ومعنا من غزة عبر الهاتف عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا. مرحبا بك سيد عدنان، وأبدأ معك من حديث الهلال الأحمر الفلسطيني عن دخول 4760 شاحنة خلال الشهرين الماضيين، أي ما يمكن أن يكون بمعدل أقل من 80 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة خلال هذين الشهرين. ما بين المطلوب وما بين ما يدخل إلى قطاع غزة، ما هي الفجوة من واقع عملكم الميداني؟ نعم، ما يدخل إلى قطاع غزة صحيح بالمتوسط 60 شاحنة يوميا منذ بداية الحرب حتى الآن. هذا العدد أيضا من هذه الشاحنات شاحنات مياه وشاحنات أدوية، وما تبقى هو بعض شاحنات المواد الغذائية لا نتسلمها نحن الأونروا لوحدنا، ولكن تسلمها أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني. إذا نحن الأونروا الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا ويقدم المساعدات للفلسطينيين، ما نحصل عليه هو أقل القليل، هو نقطة في بحر، ونقوم بتوزيعه على 1,800,000 فلسطيني، منهم 1,400,000 في مدارسنا و400,000 آخرين مسجلين لدينا ويتلقوا بضع من هذه المساعدات. لا نتحدث عن مساعدات كبيرة، لكننا نتحدث عن مساعدات قليلة للغاية، وهذا هو الوضع العام. استمرار عملية الدخول بهذه الطريقة وبهذه المعدلات، بالإضافة إلى العراقيل في تحركنا والحاجة إلى تنسيق دائم وإيصال المساعدات وتوقيع تقطيع الأوصال، كل هذه الأمور تضع كل ومجمل العملية الإنسانية في قطاع غزة على شفا الانهيار. نعم، يفترض سيد عدنان بأن مجلس الأمن يعني اتخذ قرارا ولو مقيدا بعض الشيء، ولكن بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. هذا متى سوف ينعكس واقعا على أهل القطاع؟ نأمل أن يتم ترجمة هذا القرار على الأرض. هو قرار مهم، نحن نرحب بزيادة إدخال المساعدات، ولكن نحن نريد ترجمة حقيقية لكافة القرارات وبالذات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الشاحنات التي تدخل غير كفاية، وإذا دخلت أكثر هناك عقبات، هناك قصف، هناك تصعيد، هناك صعوبة في الحركة. كل شاحنة تتحرك تحتاج إلى تنسيق كبير يأخذ وقتا طويلا، التفتيش يأخذ وقت طويل. طيب سيد عدنان، أيضا أريد أن أسألك، يعني كثيرا ما يجري الحديث عن كمية الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، ولكن ماذا عن محتويات هذه الشاحنات؟ هل هي موزعة بطريقة يمكن أن تكون ولو بالحد الأدنى معقولة لما يحتاجه الناس من أنواع بضائع في غزة على صعيد الغذاء والدواء؟ الخط التجاري وهي الأسواق معطل تماما، يعني لا تدخل بضائع، ما يدخل تكون مادة الطحين والدقيق، هناك صراع في عملية إدخالها، ولكن البضائع الأخرى لا تدخل والأسواق فارغة تماما. نحن إذا أردنا أن نبقي الناس أحياء في غزة يجب أن تدخل مئات الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة وبصورة متواصلة لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى فتح الخط التجاري. لو كنت تملك كل مال الدنيا الآن في غزة لا تستطيع أن تشتري ملابس أو أغطية أو وإلى ذلك، يعني لا توجد بالجودة المطلوبة. ولكن الذي يحدث الآن هو إدخال للمياه، إدخال لبعض المعلبات، إدخال بعض الأغطية على سبيل المثال، وأدوية. هذا هو الذي يدخل كمساعدات إنسانية. نحن نحاول قدر الإمكان إبقاء الناس أحياء، لأننا بقينا بصراحة لوحدنا. يجب أن يكون هذا واضحا. الأونروا ليس الدولة، الأونروا ما صحيح لدينا 5,000 عامل على الأرض، قتل منا 42 موظف، أصيب حوالي 124 مبنى ومؤسسة في خلال هذه الحرب من قصف مباشر أو قصف غير مباشر، ولكن في النهاية الحدث جلل، الحدث كبير، وما حدث هو نكبة فلسطينية جديدة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي. نعم، ذكرت سيد عدنان بأنكم الجسم الوحيد المتماسك الآن من الناحية الإغاثة في قطاع غزة، وأريد أن أسألك
عن عملياتكم اليومية لتقديم الإغاثة على الأقل للنازحين إلى مراكز الوكالة، ماذا تقدمون لهؤلاء؟ نعم، نحن نتحدث الآن عن 1,900,000 من النازحين الفلسطينيين، من النازحين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم مليون و400,000 في 156 مدرسة في مختلف مناطق القطاع، وهناك 400,000 آخرين مسجلين. ما يدخل يتم توزيعه مباشرة، هو قليل، لذلك نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الجوع في غزة الآن، إما جوع مطلق أو جوع نسبي، ولكن هذا موجود بسبب ضعف الإمكانيات. يضاف إلى ذلك أنه نحن نعمل في المجال الصحي، لدينا 7 عيادات مركزية تعمل تستقبل يوميا مئات الآلاف من عشرات الآلاف من المرضى يوميا، لدينا 100 فريق طبي في مراكز الإيواء، سنزيد عدد الفرق الطبية للمناطق العشوائية في خارج العشوائيات، أو أقصد بها الخيم العشوائية التي أقامها النازحون خارج وحول مراكز الإيواء ومراكز عمليات الأونروا. ولكن بصفة عامة النظام الصحي في غزة منهار، المناعة الفردية للفلسطينيين في غزة، المناعة الصحية أصبحت ضعيفة للغاية، ولاحظنا انتشار الأمراض المعوية بنسبة 4 أضعاف، الأمراض الجلدية 3 أضعاف، انتشار خطير لالتهاب مرض السحايا، الكبد الوبائي. غزة لا تعرف الكبد الوبائي الآن ينتشر، ولدينا خشية كبيرة من انتشار الكوليرا، أي أن انتشار هذه الأوباء، الفلسطينيون لن يموتوا فقط بسبب القصف والتدمير، ولكن سيموتون بسبب الجوع وانتشار الأوبئة. طيب الجوع سيد عدنان أبو حسنة، يعني الجوع الذي حذرت منه الأمم المتحدة وتحدثت عنه اليونيسف في غزة بأن خطر الموت جوعا للمرة الأولى أصبح واقعا في قطاع غزة، عن ماذا نتحدث هنا؟ يعني ما هي الأعداد التي يتهددها هذا الخطر في القطاع؟ الجميع، نتحدث عن 90% من سكان قطاع غزة هم الآن أصبحوا من النازحين. هؤلاء النازحين عندما توزع عليهم الأنروا علبتين من الفول أو زجاجتين من المياه أو من التونة على سبيل المثال مرتين في الأسبوع، وهو لديه أسرة نفترض من 6 أفراد، إذن هناك أولويات. الآباء يرفضون أن يأكلوا، يعطونه لأولادهم، وهكذا هي دائرة جوع نسبية خطيرة ومتواصلة، يعني في كل مكان وفي كل مدرسة وفي كل شارع هذا الشيء موجود ونلمسه جميعا، وسيستمر أيضا في التصاعد ما دامت عملية إدخال المساعدات بطيئة، ما دامت عمليات التفتيش تأخذ وقتا طويلا، وما دام لم يفتح الخط التجاري أيضا لإدخال البضائع التجارية إلى الأسواق، مع التركيز على أن معظم العمالة في قطاع غزة، القطاع الخاص الفلسطيني يشغل في غزة أكثر من 70%، والأعمال المتوسطة والباعة المتجولون وعمال المياه، هذا دمر وسحق تماما. إذن تحدث عن مجموعة كبيرة، هؤلاء ليس لديه أي مصدر دخل، ويعتاشون فقط على ما تقدمه الأونروا في الدرجة الرئيسية. لذلك وجود هذه الظاهرة يعني بالورقة والقلم يعني واضحة تماما. شكرا جزيلا لك من غزة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان.